أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من رأى منكرا فأعطى مرتكبه شريطا أو مطوية، هل يعتبر هذا من إنكار المنكر باللسان؟ وهل الذمة قد برئت بمثل هذا؟ ما يدري وش الشريط، ربما أنه ما يدري وش الشريط هذا، لازم تبين له، تقول يا أخي ترى هذا مخالفة وبعطيك هالشريط تسمعه إن شاء الله تستفيد منه. أما أنه يعطيها الشريط ويسكت، يمكن يحذف الشريط أو ما ينتفع به أو ما يهتم به. إذا بيّنت الأول وعطيته الشريط من أجل أن يستفيد منه، طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.